جزاكم الله خيرا. يقول السائل: متى يجوز للمرأة استخدام حبوب منع الحمل ومتى يحرم عليها ذلك؟ وهل هناك نص صريح أو رأي فقهي بتحديد النسل؟ وهل يجوز للمسلم أن يعزل أثناء المجامعة بدون سبب؟ حبوب الحمل يراجع فيها الطبيب، إذا كانت تحتاج إليها وقرر الطبيب إنها ما فيها ضرر عليها وهي محتاجة لها فلا بأس، بشرط أنها ما تقطع الحمل وإنما تؤخره فقط، تؤخر الحمل إلى وقت آخر. إذا كان هذا لعذر وحاجة وقرر الطبيب أنه ما فيه ضرر عليها فلا بأس للحاجة، ولا يجوز تحديد النسل، تحديد النسل ما يجوز لا في الكتاب ولا في السنة. الله أمر بالزواج لأجل الذرية ولأجل المصالح الزوجية، ومن أعظمها حصول الذرية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الولود، الودود الوليود، فإني مكاثر بكم. فالذرية مطلوبة ولا يجوز تحديدها، إنما هذا من عمل الأعداء، يريدون أن يقللوا عدد المسلمين فدسوا عليهم هذه الفرية وهي تحديد النسل، خوفا من الفقر بزعمهم وخوفا من ضيق المحاصيل كما يقولون. هذا كله من إرجاف الكفار. نعم. والعزل، العزل يجوز إذا احتاج إليه يجوز يعزل، أما إذا لم يحتاج إليه فلا يعمله، لأن الحمل مطلوب. نعم.